بس انا بتكلم كنت في الجيل بتاعنا في ميزه ان اللعيبه بتاعتنا كلها في منتخب مصر. ودلوقتي هو ممكن يكون دلوقتي بدا اللعيبه ال11 10 لعيبه موجوده واخدهم. احنا كنا في الجيل بتاعنا كان بيبقى فيه 11 او 12 لعيب بالاحتياطي، كان مثلا كان سعد اسلام الشاطر ما بيلعبش، كان برضه كابتن حسن بياخده. بس هو زي ما قال كابتن برضه شادي ان انتوا النجوميه الطاغيه دي لان انتوا كسبتوا كاس امم. بالظبط، ما هي دي النقطه انا كنت هكمل. يعني هي بتبقى موجود في المنتخب فبتلعب مع المنتخب وبتاخد بطوله 2006 وبتاخد 2008، فبتبقى الموضوع النجوميه بتكبر في كده يعني. وامكانياتكم حسن كانت اعلى منهم حسن، امكانيات فنيه امكانيات الجيل. بس خلي بالك يا كابتن بشير، احنا لما تيجي تتكلم إيه؟ كان جيل رهيب. بس احنا برضو لما كنا بنروح نلعب مثلا فريق زي جيل الزمالك من 2000 ل 2004 كده. بالظبط، ده جيل تعويضه صعب جدا يعني. صعب يجي جيل. بالظبط، ما جاش جيل عمل اللي انتوا عملتوه. هو جه جيل عمل اللي هم عملوه يعني. الجيل ده جه عمل اللي هم عملوه. بس جيل كابتن حسن كان اعلى فنيا كتير يعني، كل لعيب كان تقلي فيه. لا والميزه كمان انت كنت بتقابل فرق في افريقيا اقوى من دلوقتي. يعني مثلا لما تيجي تلعب فرقه زي الترجي عندهم محترفين كانوا احسن من اللي عندنا، لان طبعا كان الفتره ديت انت الرينج بتاعك كان مثلا 120,000 دولار 150,000 دولار، هم لا كانوا بيدفعوا 300 و400,000 دولار، فكانوا بيجيبوا ليفل كويس قوي. فكنت بتروح تقابل فرق في افريقيا عندهم محترفين احسن من المحترفين في عندنا يعني، وبتقابل لعيبه احسن ولعيبه بتكون موجوده في منتخب تونس ولا منتخب المغرب ومنتخب نيجيريا والجزائر وكان. فكنت الليفل بتاعنا اعلى في كلعيبه هنا في منتخب مصر والنادي الاهلي، وهناك في تونس او المغرب او الجزائر في منتخب الجزائر او منتخب تونس او منتخب. فهي دي النقطه بتكلم ان انت كان المستوى عالي. اما انت مثلا النادي الاهلي لما يجي تقارنه دلوقتي، لا النادي الاهلي احسن فريق في افريقيا، بيقدر يرتب اوراقه كويس، ما بيمشيش لعيبه، بيقدر مثلا لو عنده مشاكل مثلا دلوقتي هو عنده مشكله كانت السنه فاتت في الفيرود بيفكر في الفيرود، الهاف رايت يجيب هاف رايت، في السيرد باك يجيب سيرد باك، بيجيب بيكمل اللي هو محتاجه وما بيمشيش حد من معاه عنده. فهو ده قوته، مش قصه شراء والسلام 10 لعيبه. بالظبط بالظبط، فهو بيشوف النواقص اللي عنده وبيكملها. الفرق الثانيه بتبيع اللعيبه يعني، اي فريق ممكن يعني الترجي السنه دي ممكن تلاقي مثلا 60-70%. لا وفي عرض قطري جاي للسيرد باك بتاعهم اللي هو الجزائري. السيرد باك بتاعهم اسمه ايه اللي هو اللي هو اللي هو بتاع منتخب تونس ولا هو ده منتخب تونس؟ الترجي الاثنين بتوع الترجي، ما هو واحد تونسي وواحد جزائري جاي له عرض من قطر. ما هو ده من السنه اللي فاتت على فكره كان جاي له، بس هم اعلنوا امبارح اول امبارح. ما هي دي النقطه اللي بتكلم فيها، ان اي فريق مثلا يجي مثلا زي تونس لعيب اثنين يمشي يروح ماشي على طول، الاهلي ما بيسيبش. الاهلي ما بيسيبش، فهي دي الميزه. حتى لو ساب زي حمدي فتحي جاب امام. ايوه بالظبط كده، فيعني ايه يمشي لعيب جامد وكويس، لا اجيب لعيب جامد وكويس. بالظبط كده، فهي دي احسن حاجه في الاستراتيجيه، محافظ على استقراره الفني. بالظبط كده يعني. وبصراحه انا بقول اي النادي الاهلي اي مدير فني يبقى موجود في النادي الاهلي ده محظوظ حظ كبير جدا، لان استقرار اداري استقرار فني بيطلب لبن العصفور بيبقى موجود. طب كابتن بشير، ايه من وجهه نظرك الفنيه كلاعب كوره، ايه اكتر حاجه ميزت الاهلي السنه دي بدوري ابطال افريقيا؟ شايفها يعني دي الميزه فعلا اللي اتسند عليها الاهلي وكانت سبب مهم في الفوز باللقب؟ الروح القتاليه العاليه وان هم مصدقين نفسهم ان هم هياخدوا البطوله بالرغم ان هم يعني حتى لو تعثروا في ماتش، حتى لو ادائهم نزل في ماتش، عندهم يقين وايمان بنفسهم ان البطوله بتاعتهم دي مهمه. طبعا للعيب الكوره. ان انا اصدق ان انا هعمل، ما دام اصدق ان انا هعمل يبقى انا هعمل، حتى لو انا ما عنديش الامكانيات، ما دام عندي الثقه هعمل. احنا شفنا يا شباب الخناقه الكبيره اللي كانت موجوده بين اتحاد الكوره المنتخب والنادي الاهلي عشان اللعيبه والاجهاد والقصه، وسافروا بالليل ولقوا تاني يوم وكسبوا سامبا ولقوا لا هم كل الامكانيات متوفره ليهم، محددين مجلس الاداره او النادي عموما هو بيستثمر ولا بيجيب بطوله. النادي بيجيب بطوله، ده بيجيب بطوله وما بيفكرش ان هو يبيع لعيب ولا القصه دي كلها عشان عايز بطوله. الانديه الثانيه او في انديه ثانيه بتبقى دماغها مش مركزه، عايزه بطوله ولا عايزه تستثمر؟ استثمر ان انا بجيب لعيب ولما يعني بنميه عندي بيجي لي قرشين كويسين ببيعه واجيب غيره وابيع واكسب، بس ما بفكرش في بطوله. لكن النادي الاهلي لا، النادي الاهلي بيفكر في بطوله، عشان كده ايه دايما بيدور على لعيبه ولاعيبه الكواليتي بتاعها عالي وفلوس كتير ما تفرقش معاه، لان هو عنده الامكانيات اللي تخليه يعمل كده. فعشان كده الاهلي نجاحه مستقر. لما بيجي حتى عروض للعيبه في النادي الاهلي ما بيحصلش بلبله كتير والكلام يطلع يتكتب في الجرايد والاعلام ويحصل دوشه ويتقفل النادي الاهلي. لو مقرر ان يبيع
كلام بيتنشر ولا بنسمع عن ازمه مستحقات بالزبط. ولا فلوس لا طبعا لا ده عمرها ما حصلت لانه عندهم في الحته دي بالذات استقرار غير طبيعي يعني عكس اي نادي في مصر وده مهم طبعا انك تريح اللعيب بتاعك وانك تشيل اللعيب ما بيفكرش غير في الملعب بالظبط بتوفر له كل حاجه عشان تقدر تحاسبه وبالتالي حتى لو ما بتديلوش اعلى حاجه بس في الاخر هو مستقر بالظبط بالتالي الفيدباك بتاع اللعيب وبتاع الفرقه بطولات تيجي اخر موسم تلاقيه واخد دوري واخد كاس واخد بطوله ايه تاني ليك وعليك بس فالنادي الاهلي ناجح في الحته دي كويس قوي اي حد بيجي كنت واثق قبل الماتش ان الاهلي هيكسب اتراجي ده انا قايل هنا معاك لو الاهلي طلع خرج الشوط الاول 2-0 هيبقى 5 بس المهم الاهلي يجيب جون بدري فالاهلي جاب جون بدري بس هو الاهلي مستواه الفني في المباراه دي لا مش ده الاهلي الاهلي المفروض يشيل الفرقه دي 5 لان عمل اللي هو عايزه في الاول اللي هو جاب جون بدري قوي زائد ان الجمهور ده ما جاش من زمان لو تفتكر ما جاش من زمان قوي بالحجم والكميه دي اللعيبه طبعا كانت ممكن تكون متوتره شويه ومضغوطه شويه عشان ده فاينل طبعا في كل الفرق كده طبيعي بس انا كان عندي احساس ان النادي الاهلي كان ممكن لا يكسب سكور كبير ولو كان الثاني جه الشوط الاولاني كان فرق طبعا كتير.